أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى ومن أصدق من الله.